ورحمة الله وبركاته. مواقيت الصلاة في مصر: اليوم الخميس 22/9/2022 في القاهرة. في مصر الآن نتعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة، لكن فضلا وليس أمر إخواتي الكرام، لايك للفيديو واشتراك في القناة جزاكم الله خيرا. مواقيت الصلاة على القاهرة: 22 سبتمبر 2022 الفجر على 4:16 صباحا، الشروق 5:43 صباحا، الظهر 11:48 صباحا، العصر على 3:15، المغرب على 5:52، والعشاء على 7:09. شكرا لحضراتكم دايما على رأس وجودكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.